مساء الخير صبايا. اليوم انا عندي عزيمه لابني عمره 17 سنه. العزيمه هي شبابيه. الصبايا طلبوا عن التحضير المسبق. تقدري بكل سهوله انت تحضري مسبقا، تقدري تروبي اللبن قبل بليله بالسطل نفسه مثل ما انا عملت بهالشكل، وبتحطيه بالبراد، ثاني يوم بتصبيه بالكاسات بتكوني جاهزه لعزيمتك. الرز بتنقعيه بالليل، اللحمه بتقدري تسلقيها. انا مثل طيبخه مثلا رز وملوخيه وفريكه. الخضار كلياتها بتقدري تمسحيها وتغلفيها بنايلون، ثاني يوم مجرد الصبح بتحطيها بهالشكل وبتتركيها على جنب. فعلا بيكون تحضير مسبق غير متعب لإلك. خلينا نسكب الفريكة. نحن قلنا دايما مننا نفكه أكلنا بسمن عربي بس قليل مشان يعطي طعمة ويعطي لمعة. ما تقربي كتير بهالطريقة، هاي راح تنكه كل الطبخة وتفكري انه كل طبختنا هي من السمن العربي. بنصحك كنصيحة بعد ما تسلقي اللحم اتركي نصف اللحم داخل قليل من المرقة مشان ما يتغير لونه يسود يتم زهر، والنص الثاني بآخر عملية الاستواء تبع الفريكة حطيه بقلبها، رح تاخدي نتيجة فعلا ولا أروع. كل كاسة فريكة بحاجة لكاستين مرق لحم. في صبايا عم يسألوا عن غسل الفريكة. الفريكة لا تغسل لأنه هي فيها طعم الشواء بعملية تحضيرها وهي سنابل على أمها. أنا إذا كانت وسخة قلنا منغسل المنشفة ومنمدها للفريكة، خصوصا المغتربين عم يشتكوا من قساوة الفريكة، وبتلفيها بالفوطة وبتكشفيها بعد نص ساعة بتلاقي الغبار رست بالمنشفة، بتردي بتغسلي المنشفة وبتعصريها مزبوط وبتكرري العملية، تاخدي فريكة طرية وتخلصتي من الغبار وبنفس الوقت حافظتي على الطعم الطيب بالفريكة. خلينا نسكب هالفريكة، رح أفرجيكي إياها ما أروع. رح نسكبها هون. هاي هي أنا شلون، شوفي شلون لونها زهر، طبختها بقلب الفريكة. بدنا نسكب الفريكة، شوفي ما أحلاها. لازم تكون الفريكة رطبة، هي طعامتها تكون الفريكة رطبة. ما طيبة محصر. رح نسكب فوق، خليني نشوف اللحمة. هاي هي اللحمة، رح افتح لك اياها فرجيك اياها لونها ما احلى، وفعلا طعم ولا اطيب داخل الفريكة. نحن بدنا هاللون، ما بدنا لحم اسود يشم الهواء، خليه بقليل من الماء. هلأ بفرجيك اللحمة اللي بدي احطها على الوش شلون محافظة على لونها الزهري. بتمنى هالصبايا المبتدئات ينتبهوا على الملاحظات، صدقيني رح تستفيدي كتير بعملية الطبخ. خلصنا الفريكة. بتريدي الفريكة تحت والرز فوق، بتريدي العكس. نفس الشيء رح أعمل السمن مثل ما تعلمنا. بدنا معلقة نظيفة، كمان سمن عربي بس براس المعلقة، هيك بهالطريقة بيعطي لمعة للرز. راح نشوف شنو. شوفي
شوفي شلون عم بيهرها الرز. كل كاسة رز بحاجة لكاسة وربع ماء. مثل ما قلنا أنا ما بغسل رز، مجرد ماء وملح هو تعقيم وتمدد للرز. مشان بضرب المعلقة أحيانا مشان ينزلوا الهراهير كلياتهم على من على المعلقة. ليش حطينا الرز فوق الفريكة؟ مشان يبين شكل اللحم الجميل. هلا رح نشوف هذا هو اللحم، أنا تركته بالمرقة. بهالصورة بدي أزين فيه. لونه زهري. نحن بدنا نزين كمان بقلوبات ولحم ناعم. بهالطريقة ببين شكل اللحم والقلوبات على منسف الفريكة والرز. لا غنى عن رشة البهار الحلبي. رح اسكب الفريكة كمان، عفوا مو الفريكة، الرز البشعيرية. كمان عم بيهر هرهرة. حطيت كمان نفس الشيء معلقة سمن عربي. ما يقلوا لك انه الطنجرة العلاقة، انا عملته بالالمنيوم مشان افرجيكي انه الطنجرة ما لها علاقة لا بتفال الرز. هو مزين حاله الرز بشعيرية، ما في داعي، ما رح احط له الملوخية ولا. رح نسكبها هون. طبعا المرأة نسبة وتناسب بالنسبة لإلك. أنا طلبوا فيها إنه شوية مرأة. بدي أزينها أنا بصنوبر ورح نسكب الملوخية الناعمة. بركض رجل لأنه مشان ما ياخد من الزمن. من بطبخ جروب مدام دلع الحناوي للمبتدئات، خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية.